الحدود السورية المتاخمة للجانب اللبناني والجولان السوري المحتل تشكل طريقا وممرا لتهريب الأسلحة ودخول المسلحين إلى داخل الأراضي السورية. منطقة جبال الحرمون تعتبر من أكثر المناطق التي يحاول المسلحون التحرك من خلالها، خصوصا وأن الكيان الإسرائيلي يسهل دخولهم إلى سوريا من الأراضي السورية المحتلة في الجولان، وسبق أن قدم علاجات طبية لمصابي المجموعات المسلحة. المناطق المحيطة فينا، أنا من جهة الغرب المرتفع 2224 موجود في المرصد الإسرائيلي شلاحيم، والذي يقوم في الوقت الراهن على تقديم المساعدة المخابراتية واللوجستية للعناصر الإرهابية التي تتسلل من مناطق شبعة إلى داخل القطر العربي السوري. انطلقنا نحو تلك المنطقة المتداخلة بين الحدود السورية اللبنانية وأطراف الجولان السوري المحتل، حيث ينتشر الجيش السوري على أعلى القمم الجبلية التي تشكل عاملا جغرافيا مساعدا له لرصد أي تحرك للمسلحين الذين يتخذون تلك التضاريس الصعبة ساترا لهم. وأثناء تواجدنا رصد عناصر الجيش السوري محاولة تسلل لمجموعة مسلحة بالقرب من حدود الجولان المحتل، وقاموا بالتصدي لها على الفور. أشعر بالفخر والاعتزاز كوني على الخط الأمامي للدفاع عن الوطن، وأوجه رسالة لرفاق المسلحين والشعب السوري، نحن في جاهزية قتالية كاملة ونحن مستعدون لصد أي عدوان خارجي أو داخلي. يحاول المسلحون استغلال الطبيعة الخاصة للمنطقة والاستفادة من الحدود المتداخلة لفتح ممر لعبور المسلحين والسلاح لقرى صعصع وبيت جن وجباث الخشب في محافظة القنيطرة. ضبط الحدود وإيقاف تدفق السلاح والمسلحين إلى الداخل تعتبر أهم أولويات الجيش السوري رغم صعوبة تضاريس المنطقة وامتدادها الجغرافي الواسع. حسام زيدان من أعلى قمة في جبل حرمون ريف دمشق.